Just chill, bro. Just relax. عايزك تبيع لي الألم ده. مش محتاج تبيع لي أي إلام. ولكن في حاجتين مهمة جدا لازم فعلا تبيعها لي. رقم واحد، لازم تبيع لي قصتك. ورقم اتنين، لازم تبيع لي شخصيتك. وانت بتبيعهم لي لازم ما تكونش قاصد انك تبيعهم، او في وعيك انك تكون متعمد انك بتحاول تبيعهم. وده ملخص النجاح كمؤثر او انفلونسر في ساحة السوشيال ميديا. وكده ممكن نقفل الفيديو ده، اهم حاجة. خلاص ممكن نقفل. هم شارين، دافعين فلوس، فلازم اخشركم بتفاصيل ازاي تنجح في مجال السوشيال ميديا، وازاي تكون انفلونسر ناجح. بس اهم من انك تكون ناجح في السوشيال ميديا، لازم تتعلم ازاي تعمل فلوس في مجال السوشيال ميديا. وانا هعلمك ازاي تعمل فلوس بالخبرة اللي انا كسبتها. ومش بس الخبرة، لان هو في مثل بيقولك اللي ما بيعرفش يعمل بيدرس. ولكن الفرق الكبير اللي هنا ان انا عملت. وحديك اثبات قبل ما نخش في الكورس ده عشان ترتاح، لانك دافع فلوس. واكيد اهم حاجة واكتر حاجة شغلة بالك دلوقتي، هو انا هستفيد من الموضوع ده؟ هو الواد ده فعلا بيعمل فلوس ولا مجرد عنده فولورز وخلاص؟ خلينا الاول نخش في الفولورز بتوعي. انستجرام اللي هو لسه بتعلم عليه ومكتشف حاجة جديدة كمان بمجرد اسبوع اللي فات، لدرجة ان عرفت اكتسب 15,000 سبسكرايبر في اسبوع زي ما انتم شايفين في الصورة دي. ولكن داخلين على 900,000 فولور على الانستغرام. ها؟ دورة وصل مليون اثناء تسجيل الكورس ده. يوتيوب 1,335,000 على معدل 20,000 سبسكرايبر في الشهر. تيك توك 1,300,000. فيسبوك 1,800,000. اوكي الارقام حلوة زي الفل، خلاص الناس عارفاك بتعمل فلوس ولا مش بتعمل فلوس. خلينا اوريكو الاثبات. في الثلاث سنين اللي فاتوا عملت حوالي 2.5 مليون دولار من بيع البرامج فقط، غير السبونسرز، غير كتاب الوصفات اللي اتعمل السنة دي، غير كتاب دمرها، وغير البيزنسز التانية اللي عندي على الجنب. من سوشيال ميديا وبيع البرامج المخصصة بتاعتي 2.5 مليون دولار تقريبا، بلس اور ماينس 100 أو 200 ألف، يعني ناقص أو زيادة 200,000 دولار. ممكن تبقى 2,700,000، 2,300,000. وأنا عندي 3 طرق دفع للبرامج المخصصة. هنيجي نخش بقى على الإثبات. عندك الصورة دي، دي حسابات البيبال. هتلاقي زي ما انت شايف في 1,897 ترانزاكشن في 2020، ودي عدد البرامج اللي اتباعت على بيبال في سنة 2020. اللي تحتيه هو سترايب اللي هو الكريدت كارد، وفي 1,030 ترانزاكشن حصل، يعني 1,030 برنامج اتباعوا. في طريقة تانية للدفع اللي هي ويسترن يونيون وحساب البنك التحويل على طول، وده حوالي بعنا منه 800 بروجرام. فلما نيجي نحسب 1,897 زائد 1,030 زائد 800، ده هيدينا 3,727 بروجرام في سنة 2020. لما نيجي نضربها في افريج 200، لان ساعات البروجرام بيكون ب 170 او ساعات بيكون ب 250 او حتى 300، يعني 745 و500 ألف دولار في سنة 2020. لما نيجي بقى نبص، عندك السترايب هو، وعندك في الثلاث سنين اللي فاتت الإجمالي 1,430,000. لما نيجي ناخد ده، للأسف البيبال مش هيعرف يوري الأفريج بتاع الثلاث سنين، ولكن لما نيجي نجمع 745,000 مضروب في ثلاث سنين، ده حوالي هيعمل لنا حوالي 2,400,000 أو 600,000. ودلوقتي على ما اعتقد ممكن تصدقني لما اجي اديك نصيحة انك ازاي تعمل فلوس من السوشيال ميديا وانك تكون مؤثر ناجح. عندنا 7 فصول في الكورس ده. اول فصل هنتكلم على نظرية عامة على عالم المؤثرين، هندي نظرة عامة عن ايه هم المؤثرين وبيعملوا ايه وليه مهمين، وبعدين هنتكلم على انواع المؤثرين الموجودين، وبعدين انواع المنصات على السوشيال ميديا. وده هيكون اول فصل معانا دلوقتي. في 6 فصول تانية، وال6 الفصول التانية المواضيع الاتي. رقم 2، تحديد مجالك. لازم الاول تلاقي النيش بتاعك، هتبقى مؤثر في ايه، في انهي مجال،
ده مش كورس بس للناس اللي داخله مجال الفتنس، ده كورس لانك تكون مؤثر في اي مجال انت عايزه، بس اهم حاجه لازم تلاقي المجال بتاعك والنيش بتاعك. النيش يعني المجموعه او الناس اللي انت هتعمل لها تارجتنج، او الديموغرافيك يعني المكان اللي انت هتاثر عليه. رقم 3، بناء علامتك التجاريه. يعني ايه building your brand؟ انت لازم يكون عندك علامة تجارية خاصة بيك، ومش بتكلم على اللوجو ولا حاجة زي كده، ولكن شخصية عامة الناس بتكون عارفة او عارفاك انت كاسم، والاسم بتاعك ده بيرشد لايه. طبعا مع الاسم في برضو ديزاين، في الوان، وفي لوجوز، وفي حاجات كتيرة هخش عليها طبعا بتفاصيل. الفصل الرابع هنتكلم على استراتيجيات انك تعمل محتوى، لان في كذا طريقه تعمل محتوى، وانك تعمل محتوى اصلا ذات نفسه صعب لناس كتيره. لو كان الموضوع سهل كان كل واحد عمل محتوى، هو فعلا كل واحد بيعمل محتوى وفي محتوى كتير جدا، ولكن مش كل واحد بيجيب المشاهدات العاليه في 700,000، مليون، 2 مليون، 3 مليون، 10 مليون، 50 مليون وإلى آخره. ناس قليلة جدا بتضرب التارجتس دي. وخلي بالك مش شرط بس الناس اللي بتضرب ال 50 مليون أو ال 10 مليون هم دول اللي بتلاقيهم دايما بيضربوا نفس الأرقام دي، ولكن الهدف إن أنت تعمل محتوى وتبني منه جمهور يكون واثق فيك، واثق في قصتك، واثق في شخصيتك. وده بيدخلنا على الفصل الخامس، تكبير جمهورك عبر المحتوى بتاعك وعبر شخصيتك وقصتك. الناس هتبتدي تثق فيك، الناس هتبتدي تتكلم عنك، فسمعتك مهمة جدا. وعشان كده قلت لك أهم حاجة في إنك تكون إنفلونسر ناجح، وأهم درس لازم تبيع لي حاجتين، قصتك وشخصيتك. لازم يكون عندك قصة، ولازم شخصيتك تكون حقيقية. الناس اللي بتطلع تمثل إن هي حاجة تانية على السوشيال ميديا ما بتوصلش بعيد. وأنا أعرف مؤثرين كتير على فكرة، كنت هعمل معهم كولابوريشن لحد ما قالوا لي لا انا ما اقدرش اطلع اتكلم في حاجات معينه بسبب العقود اللي عندي، ولازم امشي على جايد لاين معين. اوكي، ده الى حد ما مفهوم، ولكن ما بيوصلش لمدى بعيد، لان يوم ما يتزهق منك وتكبر في السن شويه هتلاقي كل البراندات دي بتقول لك باي باي، وهتلاقي نفسك من غير ولا عقود ولا جمهور، لان الجمهور عرف ان انت بايع نفسك للشركات دي، والشركات دي ما بقتش محتاجاك لانك خلاص ما بقاش عندك التأثير على الجمهور بتاعك. شايفين التناقض وشايفين الاثنين ماشيين بعكس بعض ازاي؟ فانا هفهمكو ازاي تجمع البراند وشركات الدعم مع ثقة الجمهور بتاعك. وده هيدخلنا على الدرس السادس، استراتيجيات في تحقيق الدخل. هنتكلم على طرق ازاي ممكن تعمل دخل من جمهورك، وإزاي ممكن تعمل طرق دخل من السبونسرز والشركات التانية، وإزاي هتبقى على طبيعتك في نفس الوقت كاسب ثقة جمهورك، وفي نفس الوقت كاسب السبونسرز بتوعك اللي هم ممكن يعتمدوا إن أنت مش هتطلع تخرف أونلاين وتبهدل سمعتهم. والطريق ده بيبقى طريق حاد وصعب جدا إنك تمشي عليه، بس أنا هقول لك أنا عملتها إزاي، وإزاي عرفت أجيب the best of both worlds، أحسن حاجة من العالمين دول، عالم الجمهور وعالم الشركات. وهنخش على سابع فصل اللي هو اللي أنا فيه دلوقتي، إزاي تفضل مستمر وتفضل relevant، يعني تفضل شغال على الترند بمدار السنين اللي جاية، وتفضل تكبر في نجاحك على مدى بعيد. وأهلا بيكم بالكورس على إزاي تكون مؤثر ناجح وتعمل دخل كبير من إنك تكون مؤثر. وخلينا دلوقتي نخش على الفصل الأول.